بعد تهميش وتجاهل دام لأكثر من شهرين لمطالب المتظاهرين، لجأ المتظاهرون اليوم إلى الإضراب عن الطعام في تعبير يضاف إلى دعواتهم ومطالباتهم السلمية بحكومة نزيهة. عراقيون طالبوا بمرشح مستقل من الكفاءات التي يزخر بها العراق، فكفاءاته من أطباء ومهندسين وقضاة ومثقفين مهمشة بسبب هيمنة الأحزاب على مناصب الدولة. نطالب من الكتل السياسية بوضع حد لمرشح رئاسة الوزراء. احنا نطالبه انه يكون من ساحة التحرير، احنا مو نقول له من ساحة التحرير، بينما اكو قضاة، اكفاء، اكو مثقفين، اكو ناس مهندسين انه يقودون البلد. دمروا البلد من 2016 ولغاية 2019، 16 سنة احنا ما شفنا شيء من الاحزاب سوى الدمار والخراب سوى القتل الطائفية. آخرون اتهموا الأحزاب السياسية في كل ما مر به العراق من دمار وخراب وفساد ومحاصصة، داعين إلى إكالة تلك المناصب إلى أساتذة الجامعات والكفاءات العلمية. الفساد المالي والإداري دمر العراق، والمحاصصة هي الجهة الوحيدة التي دمرت العراق. أما ما الفرق؟ أكو مستقلين موجودين بالعراق كثيرين، عمداء جامعات، أساتذة جامعين، كفاءات علمية وطاقات متفجرة. أجيبهم وخلي واحد معتهم وهو ما يسوي شيء، لأن مؤقت بس راعي للدستور، مجرد راعي للعملية السياسية، مجرد يمشي تمشية أمور للمصالح. أما أنتم مو تجيبونه تفرضونه إرادة على الجماهير وعلى الشعب العراقي، لا، إحنا نريد مستقل. مراقبون انتقدوا عدم اكتمال جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على مشروع قانون انتخاب مجلس النواب، معتبرين ذلك استخفافا بالمطالب السلمية للمتظاهرين، خاصة أن المرجعية الدينية شددت على تنفيذ مطالبهم بأسرع وقت ممكن.